rabbal alamin. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh qori Al-Ustadz Muhammad Soleh S.Pd. Kepadanya waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد رجالكم وذكر رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا وأصيلا.
هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام لهم أجرا كريما تحيتهم يوم يلقونه سلام لهم أجرا كريما صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.